السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59 سے شروع کریں گے. آپ لوگ میرے ساتھ پڑھئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا اصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير قال أتستبدلون
تطلب مصرا فإن لكم ما سألتم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بأنهم يكفرون بآيات الله يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم بآيات الله يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون